لا تعمليها يا بنتي، لا تعمليها. بعده هيك رجعوا لورا، والله بقتلكم كلكم. بعده شو قلت لها لبنتي يا حقير؟ بشو هددتها لريان لحتى خليتها تيجي لعندك؟ فرات نزلوا الأسلحة. يلا بنتي رح نروح من هون، لا تخافي بنوب، أنا معك، ما حدا بيقدر يأذيكي. تعالي رح نروح. ما حدا هددني أبدا، أنا جيت برضاي بابا. شو اللي عم تقولي؟ مستحيل هالشي. شو اللي تغير من ساعتين؟ هذا شو قال لك لخدعك؟ أنت شلون ضحكت على بنتي يا واطي؟ ما حدا خدعني يا بابا، ما عاد فيني اتحمل الحب يلي جواتي عم ياكلني، حبه لميران. شو هذا اللي عم تقولي؟ انتي اجيتي برضاكي، ما حدا جبرك ريان؟ غريب، كيف تكسري كلامنا؟ ما فكرتي بأمك وبيقول أبدا؟ أنا ما تخليت عنكم بابا، أنا بس حبيته لميران. أنت شو عم تخبصي؟ مستحيل، هذا مو حب، ما في هيك حب ابدا. هذا الواطي ضحك عليك وخدعك مره، ما راح اسمح تتكرر، ما راح اروح قبل ما اخذك معي. يلا خلينا نروح. صارت مره متجوزه ما فيك تاخذها معك، ما بتعرف انه مكان المره جنب جوزها؟ ما بتملي من هالاكاذيب عزيزي خانم، بكفي بقى. خذ شوف وتاكد بعيونك هذا مانو حقيقي.